يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذن الأمانة مهمة. من شخصية المسلم أيضا تتميز بحفظ العهد والأمانة المنوطة إليه. أولا الأمانة المتعلقة بما يتعلق بأمر العقيدة، وما أيضا ذكرناه من الاتباع للكتاب والسنة فهذه أمانة، وأيضا ما يتعلق بالأمانة المتعلقة بأمور الدنيا. فالمؤمن دائما يحافظ على الأمانة، يحافظ على الأمانة. ولذلك قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وأيضا جاء في حديث أيضا يدل على هذا الأمر وهذا المعنى، حديث أنس رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذن الأمانة مهمة، ولذلك المسلم دائما يحفظ الأمانة. ولذلك جاء في الحديث الأمانة المتعلق أن يكون المسلم دائما يؤدي الأمانة وصادقا مع الله سبحانه وتعالى وصادقا في حديثه. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قال: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قال: أيكذب؟ قال: لا. يعني ربما يقع في الزنا المؤمن ويقع في السرقة، لكن لا يكذب، لأن الكذب هو مفتاح أيضا وهو باب أيضا من أبواب الخيانة. ولذلك هذا الأمر هو من الأمور المهمة التي يحتاجها المسلم دائما في حياته.